تاني حاجة ان احنا بنفكركم في اول الحلقة كنا بنلفت نظركم انه مرافقه العقارية دي شركة كبيرة كانت بتحتفل بانضمامها للكيان، كيان النادي الاهلي، فعلشان كده هي عملت مسابقة. المسابقة دي كانت عبارة عن اكتر حد عمل شير او عمل رتويت على صفحتها بهو اللي هيكسب معانا أجهزة، يمكن احنا يعني يمكن ذكرناها حتى في الأول، بس الأول احنا هنطلع على الشاشة صفحة رافكو العقارية علشان نختار منها أكتر حد عمل شير للبوست اللي هم منزلينه دوت، شير ويكسب مع رافكو العقارية وطبعا النادي الأهلي. فأكتر أكتر حد عمل شير هي هو اللي هيكسب بلاي ستيشن 4. بلاي ستيشن. فهنعمل دلوقتي المسابقة دي مع حضراتكم على الهوا زي ما انتم شايفين كده، وكابتن احمد نجي هو اللي هيختار ثلاث اسماء. هو كل ده شير محمود حسن، يعني هو ما شاء الله ده. اعتقد ده اكتر واحد عامل شير، كل ده محمود حسن محمود حسن محمود حسن، ده مصمم يكسب فهو يكسب يعني. يبقى محمود حسن كي ده فائز ببلاي ستيشن 4، دي الجائزة الأولى. محمود حسن أنا حد كتب لي على الصفحة كسبني وكده، مش عارف هو محمود حسن ولا وأكيد هو، لأنه هو أكيد مصمم يعني مهتم. طيب تاني مشترك معانا أو مشتركة، كل ده لسه، ده كل ده محمود أكتر شير كان مصمم يعني. المسابقة دي يا جماعة بتعتمد على الشير أكتر، يعني ناس أكتر ناس. طيب بسمه ظهرت اهي كابتن. هو ما فيش غير بسمه ومحمود حسن، ده عاملين شير كتير قوي اعتقد. بسمه كمان دلوقتي هي كل ده محمود، لسه محمود متفوق الحقيقه. هو عايزين واحد ولا اتنين؟ اتنين. يبقى بسمه بقى هي اللي ورا، ثلاثه كمان او اتنين. يبقى اعتقد بسمه، هو كان اسمها بسمه ايه، بسمه جلال اعتقد. بسمه جلال. بسمة جلال ومحمود حسن. مبروك بسمة جلال ومحمود حسن اكتر، وهنختار كمان واحد اكتر حد عمل ريتويت على تويتر. دلوقتي هتطلع برضو على الشاشه، هتطلعوا لنا على الشاشه. طب يلا ده على تويتر اول حد عمل ريتويت. اول حاجه على كان على الفيسبوك، دلوقتي على تويتر كمان اهو. هنختار متسابق واحد بس يا جماعه، اكتر كمان حد عمل ريتويت. كابتن احمد حضرتك ممكن تشاركنا، تشارك الفائز يعني، تشاركنا من الفائز حضرتك، بمجرد ما بتعمل ستوب احنا هنوقف عنده وهنختار. ستوب. كرم متولي مطاوع. كرم مطاوع. كرم مطاوع. كرم مطاوع. مطاوع. مبروك لمحمود، مبروك لبسمة، مبروك لكرم، ألف ألف مبروك. بلاي ستيشن 4 مقدمة من رافكو العقارية، أكتر ناس عملت شير للبوست ده سواء على فيسبوك أو تويتر هي ديت الناس أو الثلاث مشتركين دول اللي كسبوا معانا النهاردة.